النهارده سيادتك هتحضر الحفلة السنوية اللي بتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، والحفلة دي طبعا هيبقى فيها أطفال كل الملاجئ. المهم الصحافة والتلفزيونات المحلية والعالمية هتغطي الحفلة. اوكي، وجاكي؟ جاكي أول ما توصل مصر راح أعمل معاها ميعاد تقابل سيادتك. الحباب، مش لو كنت اتربيت معاهم في الملجا مش كان زماني قاعده في الكوشه؟ اه ما حدش كان هيعبرني. اخرسي حبيبتي، تسلمي ان شاء الله يخليكي يا رب منور الدنيا كلها يا باشا. رحمت عليك يا باشا، ربنا يخليك لينا يا باشا. انت مين؟ انا زلتي عبلاوي مشرفة الرحمه بنات، وبحبهم قوي يا باشا، وعشانهم رافضه حتى الجواز. ايوه النبي يا باشا. وانت لاكي وكي يا اخرسي، منور الدنيا يا باشا ويجعله عامر يا رب. تاني؟ يا بنتي حرام عليكي بقى، ارحميني اعتقيني لوجه الله. نفسي اعمل خبطه صحفيه واحده من غير ما تحصري مناخيرك فيها. المره دي سبقتك وعملت اول حديث لمستر عايز، ومن على سلم الطياره كمان. شت ايدك، حديث ايه وبتاع ايه؟ انا ما يهمنيش الكلام الفاضي ده. يا سلام يا نورهان. يا بنتي السبق الصحفي هو اني اقدر اوصل للحقيقه. حقيقه؟ ايوه الحقيقه. بطل بقى الشكل اللي مخليك بعجله لحد دلوقتي. والله بقى انا بعجله بس محترم. الدور الباقي عليك انت يا هانم. من الواضح بقى ان عز بيه بتاعك دوت ده فعلك كويس قوي. ده فعلي؟ ايوه ده فعلك. ماشي يا سعد. بالعجله. وانت لابسه الفستان والطرح وانت قاعد جنبي يا ولد. ما طلعوش من بدأوا بيرسموا. زوزو خليك في حالك. الحقي ليه زهقانه؟ كلبتي لسه شايفاها بره. جت ازاي المجنونه دي؟ تعالي نشوف. يلا لينا لينا. حزبي حزبي. واو ايه الشياكه والانتكه دي كلها؟ انت ايه؟ انا فرح. انت بقى محلي ولا مستورد؟ اوعى اوعى. بناتي واولادي، نرحب معا بالملياردير المصري الشاب عز الوجيه. شكرا. بشكركم واتمنى لو قبلتوا مبلغ بسيط مشاركه من مجموعه الوجيه جروب لرعايه اولادنا وبناتنا. تشيك بمليون جنيه. ادي الراجل اللي اتحب ولا بلاش. راح فين دي؟ اجي مايكي. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. انا اسمي فرح والنهارده فرح. احلى سلام على طول السلام لايتام شبرا ودار السلام. يلا يا شباب، يلا يا بنات، كل يضحك وكل يفرفش ويدوق يا مزيكا. معلش ما مش مزيكا. يوصل عن كل اخوات الايتام ونشكر عم عز الوجيه. الحقيقه انا اول لما شفته قلت عليه شنتر، وطلع فعلا شنتر.
احنا في الملاجئ يربونا احسن تربيه. مساء الخير يا باشا. ويعلمونا احسن تعليم، مش كده يا زوزو؟ ولما بنكبر ونقول يا جواز بيجوزونا احلى جوازه. ورغم كل ده في حاجه ناقصانا، حاجه مهمه قوي ناقصنا، نحس ان اهلي يطبطبوا علينا وياخدونا في حضنهم ويخافوا علينا ويفسحونا. مره تانية متشكرين يا مايس. انا بأعلن ترحيب عز بيه لاستضافه فرح لمده اسبوع، يفسحها ويطبطب عليها وياخدها في حضنه. يا بنت المحظوظه. وافق يا حبيبتي؟ طبعا.